في عندنا واحد من الانواع المهمه للفالفز اللي بنستعملها في الميكانيكال فنتليتورز، حاجه اسمها ادجستبل بريشر ليميتنج فالف. الحقيقه بنتكلم على ان يعني لو حصل اي فيلير في الجزء الاولاني في الجهاز، يعني بنتكلم على الانتري بريشرز بتاعت الاكسجين والاير والكمبريسد اير بيبقى حوالي 4 بار. 4 بار دي لو راحوا بقى الاربعه بار دول بقوا موجودين على اللانجز هتبقى حاجه خطيره جدا، لو بقوا موجودين على الانتري لللانجز او الانتري بتاع الاير واي للبيشنت. فالحقيقه بيبقى لازم يكون في عندنا حاجه زي ادجستبل بريشر ليميتنج فالف. ده فكرته بمنتهى البساطه بيبقى حاجه زي يعني سبرينج لودد ديسك هنا كده، يعني في عندنا هنا حاجه زي سبروست او سبرينج بنقدر نادجست، بيبقى في عندنا حاجه زي دايل كده بنادجست بيه البريشر الموجود عندنا هنا في السبرينج دوت. وبالتالي لما البريشر عندنا هنا في الانسبيراتوري ليمب مثلا يزيد عن حد معين هيتغلب على البريشر اللي موجود عندنا هنا في السبرينج ويسمح للهواء ان هو يبقى فنتد اوت. فنتد اوت معناه ان هو بيسكلي اكنه كده يعني بيسكلي يعني بيريليس البريشر الزياده علشان ما يعملش مشكله بالنسبه للبيشنت. ده زي ما انتم شايفين بيشتغل بشكل ميكانيكي، وهنا بيسكلي بيبقى عندنا الكلام ده موجود بالشكل ده كده، بيبقى عندنا في ديفايس بتبقى موجوده عندنا هنا في الطريق بتاع الانسبيراتوري ليمب، وبنقدر ان احنا ادجست بحيث ان هي تبقى في الـ يعني في البريشر رينج اللي هو يبقى سيف بالنسبه للانسان. وطبعا ممكن يختلف من بيشنت لبيشنت. وانس ان هو ده ادجستد البريشر هنا لما بيعلى عن الحد اللي هو موجود عليه او مظبوط عليه بيبقى فنتد ثرو الايه التيوب اللي موجوده هنا دي. وممكن طبعا يبقى ادجستد، ممكن نبقى بيسكلي نعمل له كاليبريشن بان احنا نشوف الاكشوال بريشر كام ونقدر ان احنا نقارن ونتاكد ان هو شغال بشكل سليم. فهو بيسك ده مهم جدا للسيفتي اوف اير واي بريشر during positive pressure ventilation. ده بنتكلم عامة ال positive pressure ventilation ده هو كل اللي بنعمله في ال ventilators، في mechanical ventilators لازم نحط positive pressure عشان نقدر نساعد ال patient ان هو ياخد نفسه. وبالتالي ال ك safety feature بتمنع الباروتروما. باروتروما بتبقى يعني بتطلق على المشاكل اللي بتحصل نتيجه لتنفس هواء يبقى الضغط بتاعه عالي. الباروتروما بعض الاحيان بيطلع برضه باي ذا واي في مشاكل ثانيه، مثلا الناس اللي بيعملوا سكيوبا دايفنج، بس احنا بنتكلم على الوضع بتاع الميكانيكال فنتيليشن، انت بتحط هاي بريشر عن الحد اللي يعني يبقى سيف بالنسبه للانسان. فبنتكلم على عاده امبلمنتيشن بيبقى حاجه زي كده، زي ما حضرتك شايفين كده حاجه كلها بيورلي ميكانيكال، بس في بعض الاحيان ممكن نلاقيه ان هو يبقى برضه سولونايد فالف. بس لما يكون سولونايد فالف يبقى احنا كده محتاجين ان احنا نقيس البريشر، وقياس البريشر ده يبقى سريع جدا بحيث ان اول لما احس ان البريشر عالي عن حد معين لازم على طول ان انا ادي اكشن او ادي فولتج للسولونايد فالف عشان يفتح. طبعا بنتكلم على يعني الافضل يعني عاده في الحاجات زي كده يستحسن يبقى في ميكانيكال ادجستبل بريشر ليميتنج فالف لو اي بي ال فالف، علشان ما يبقاش لو حصل مشكله في السوفت وير ما يبقاش في مشكله عندي ان يبقى في السيستم بتاعي يبقى فالنربل لو حصل اي بريشر انكريز. ساعات كتيره بيبقى لما يكون عندي ميكانيكال سيف جاردز بيبقى افضل من يكون عندي الكترونيك سيف جاردز. المفروض يكونوا الاثنين موجودين اكشوالي عشان يبقى السيستم كومبليتلي سيف.